أطفال من الجنسين توفدوا إلى المسرح الجهوي ببسكرة رفقة أوليائهم لمشاهدة العرض الشرفي لمسرحية أمل غابة الشمس. أنا فراشة جميلة، أجنحتي جدا طويلة، فيها ألوان كثيرة. أنا فراشة جميلة. اليوم كان لنا شرف أنه قدمنا العرض الشرفي لمسرحية أمل غابة الشمس، العمل الجديد والأول بالنسبة لنا لأنه أول عمل لنا. نتمنى نال إعجاب الجمهور. الصراع بين الخير والشر صراع أزلي، لكن في النهاية دوما ينتصر الخير على الشر وتستمر الحياة. مسرحية تحكي عن صراع بين الخير والشر، بين العنكبوت الذي يحاول القضاء على حيوانات غابة الشمس، الفراشة تبحث عن المساعدة وتذهب إلى أمل وعلي اللذان يساعدانها على عودة الحياة إلى هذه الغابة. التياتر دوبجي يوازي تقنيات المسرح الحديث ليتماشى مع الإيماجيناسيون تاع الأولاد تاع دركا، ونظن بلي هذا هو السر اللي خلى الجمهور يتبع العرض. طيب العرض هو ساكت. الاهتمام بمسرح الطفل في بسكرة بدأ يتجلى أكثر، ولا غرو في ذلك ما دام الطفل عنصرا أساسيا في العملية التربوية.